الدقيق حسب الحاجه. يعني ايه الدقيق حسب الحاجه؟ زي ما قلنا قبل كده كذا مره ان كثافه الدقيق بتختلف من حد لحد او من عند من دقيق لدقيق، عشان كده ما بنحطش كميه الدقيق. اهم حاجه السوائل عندي مظبوطه، يبقى بعد كده يسحب دقيق زي ما هو. دي حسب الحاجه، عايزه كوبايه ميه دافيه، كوبايه زيت سندباد، وكوبايه حليب دافي، اتنين ابيض بيض، وخدت الصفار بتاعه علشان ادهن بيه الوش، وملح، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقه كبيره خميره. مقادير العجينه تاني، دقيق حسب الحاجه، كوبايه ميه دافيه، كوبايه زيت سندباد، كوبايه حليب دافي، اتنين ابيض بيض، وهناخد الصفار بتاعه للوش، ملح يعني ربع معلقه صغيره كده ملح، معلقتين كبار من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره. ده مقدار العجينه. نيجي بقى دلوقتي هندهن الوش بايه؟ معلقتين حليب، اتنين اصفر بيض، ورشه قهوه سريعه الذوبان. ما عنديش قهوه سريعه الذوبان ما فيهاش اي مشكله، هنستخدم البيض والحليب. ما عنديش الا صفار البيض والحليب، ممكن ان انا استخدم الحليب بس زي ما انت عايزه حسب الامكانيات اللي عندنا. نيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا العجان، ما عنديش العجان ما فيهاش اي مشكله، هبدا ان انا اشتغل بايدي. اهم حاجه السوائل هي اللي مظبوطه. كوبايه زيت، اتنين ابيض بيض، كوبايه حليب، والمكونات تكون دافيه علشان تنشط لي الخميره بسرعه. معاها السكر، معاها الخميره، وادي الملح، ربع معلقه صغيره كده من الملح، وابدا اخلط ده كله كده مع بعضه، وانزل بالدقيق شويه شويه لحد العجينه ما تبقى ملمومه وطريه عندي. بسم الله. قوي، بصوا ما شاء الله عليها، زي ما بيقولوا كده ملبن. بصوا بصوا عجينه فعلا ملبن. كل اللي هنعمله دلوقتي هنعمل ايه؟ هروح جايبه بوله بالشكل ده، واروح حاطه فيها رشه دقيق. نورتيني حبيبتي باتصالك. بصوا كده العجينة ما شاء الله عليها عاملة ازاي. بصوا كده، بصوا عامل ازاي ما شاء الله عليها قطن. بصوا كده بصوا بتتفرد بكل سهولة ازاي، طرية جدا فعلا، يعني اسمع على مسمى فعلا عجينه قطنيه. واروح جايبه السكينه كده وعملت. عندي دلوقتي هدهن الوش بايه؟ قلنا بحليب وصفار بيض وقهوه سريعه الذوبان. بنحط القهوه سريعه الذوبان الاول مع الحليب وندوبها كده، وبعد كده نروح نازلين بصفار البيض. ليه بنعمل حاجه زي دي؟ علشان حبيبات القهوه ما تمسكش في الصفار وتبقى محببه معانا كده اهو. عايز تديني صفار بيض بس مع حليب؟ ماشي، ما عندكيش ده كله اعملي بحليب بس، ممكن تحطي مع الحليب رشه بسيطه من البن بس، بسيطه خالص كده. وابدا ان انا ادهن الوش. الفرن بتاعنا شغال على يعني 180 200 زي ما انت عايزه، المهم يكون شغال قبليها بشويه علشان مجرد ما يدخل العيش بتاعنا نشوف هيستوي، هيكون شكله عامل ازاي، وهيكون ملمس العجينه من جوه شكلها كمان عامل ازاي. بصوا كده، تعالوا بقى كده نقطع منه قطع. بصوا ده اللي بيخليني اقول عليه ان هو قطن. بصوا نقطع واحده كمان اهي،
ريحته هايله، ما خدش معانا وقت. العجينه في منتهى الجمال، العجينه هي ملبن فعلا.